إذا متابعي الكرام، متابعي الشتيبي، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من دوار الناصر الجنوبي. دوار الناصر الجنوبي، يعني كما كتشوفوا صفقة الشاب عنده 50 وليدات اليوم بعد ما جاء قرار الهدف، يعني عندوش باش يخلص، ما عندوش فين يمشي، ما عندوش فين، ما عندوش حتى الشريله كما تنقولوا. عاد العيد ما معيدينش، بل السكري كيما كيناش المسؤولين، كيناش يعني الجهات المعنيه باش يشوفوا من الحال ديال. السلام عليكم خويا. السلام عليكم خوتي، انا بغيت الناس المسؤولين والناس المحسنين يشوفوا من الجيش، حيت هادشي هذا جاني على غفله. انا ما عرفت لا ترياب لا حتى شي حاجه، عندي مشكل ديال السجن دابا 7 سنين باش خرجت، ولا 8 سنين، عندي 4 الوليدات 5 الوليدات، عفا الله مختلف، صيفط الوزير صيفط الوكيل ما قاليش فين صيفط، حتى شي اداره ما بغات دير معايا شي حل، تيقول لي خاصك تخلص الكفالات، خاصك دير. دابا هما قالوا لي 11 مليون واش مشيتي اللي دوزت كما قلتي دوزتي، عفا الله مسالف، عفا الله مسالف، خرجت في 2017 10 في 22 7 سنين دابا درتي وليدات، درت وليداتي بخير هو هذاك وما بغاوش يعطيو ليا. مشيت عند الوزير، مشيت لاداره الشجون، مشيت ما قليتش فين مشيت، اداره الشجون طلبوا مني 6 مليون، قالوا لي باش خرجوا لكم المشروع، يعني هذا رد الاعتبار باش انت تشتغل، بغيت غير رد الاعتبار. مشيت للشركات خدمت مع بوسوب على القباس، ما قليتش اي شركه تنخدم شهر ونص يقول لي برا، انا محروم من ولادي دابا يا مده ديال 8 سنين، وحسب انت يا مثلا 19000 ريال دابا للدري، الدراري عندي انا ما تنتخلصش عليهم، ما مسالش من لاكيز، ما مسالش من التغطيه الصحيه، وما عنديش لا كارت، مده ديال 4 سنين ما عنديش لا كارت، 15 مليون ما عنديش باش غنصاوب لا كارت، راه عندي مشكل ديال الصوابغ، وسعادة الجلالة شوف معايا شي حل، وتنصر سيدنا انايا من هاد المربر هذا، الله يرحم الوالدين، الناس مسؤولين، وتنطلب من الوالد ديال الجهه ديال تما يدير معايا شي حل. لانك شاب، يعني كما تنقولوا الشاب، يعني انا صافي عافا الله ومسالف، باغي نعيش عيشه زوينه، ولدمت على شحال من حاجه اللي دوزتها خايبه، وانا باغي نعيشها مع وليداتي، ما بقيت طالب حتى شي حاجه، وما طالب والو، طالب السكن، وما عنديش باش غنخلص، يقول لك في 3 شهر ولا في شهر جوجت لي 11 مليون، 11 مليون وانا عندي كروسه تنبقشت بها، ما عندي الوراق ديال الشركات، مشيت لعندهم تنخدم عندهم شهر شهر ونص، كاين اللي ما تيبغيش يدخلك كاع، كيقول لك عندك حسن السيره موسخه، باش مشيت نقاد الوراق ديالي لقيت المشكل ديالاش ديال الكفالات باش غنخلصهم، عطيني 8 مليون ومعاش 5 مليون ديال الكفالات، انا تنطلب من الناس محسنين ومن الناس مسؤولين يتعاملوا معايا. اليوم جايبين القوة فوق 5000 ديال القوة باش غتخرج نصحة وتيريبوا لي نصحة، سعادة القايد ديال تمارة ديال المقاطعة التاملة تعامل معايا سي حسن فوق التعامل، وني قال لك شهد ولدي لا شهد الله، قال لك ما عندي ما ندير لك، هادشي أمر، وأنا تنطلب من سعادة الوالي ديال تمارة يتعامل معايا، والله ينصر سيدنا، والله يشافيه في هاد النار، والله يعافيه. انا على 5 الوليدات راه ما عنديش فين غنمشي، راه حدي حد المقاطعه، يعني باش تخرج تكري ما كاينش حتى اللي غيبقى، وما عنديش حتى واحد ما بغى يكري ليا، راه الناس بغى يكريو ليا وما بغاش يكريو ليا، قالوا لي لا ما يمكنش، عندك 5 الوليدات شكون غيكري لك اخويا، دقناك بالله عارفين بلا ما عندك الصوابير، ما كاينش الكرا دابا اصلا، انا ما كرهتش نمشي اخويا نسكن، عطوني ساروتي نمشي نسكن، ولا بغاوني تنخلص الطريطه يديروا معايا شي حل يخدموني، ما خدامش باش غنخلص الطريطه، باش غنخلص 3 مليون ديال الدفعه، وتيقول لك لا ما دفعتيش من شهر ونص حيدوك البون، انا فين نخرج انا ولادي 5، انا ما بغيتش نفوت بلادي، راه هذا هو المشكل دابا، حنا عندنا الدم ديال البلاد، انا ما بغيتش نفوت بلادي، انا الله يرحم الوالدين اللي ما داروا معايا شي حل، راه اليوم جاونا على غفله وتيقول لك خرج، وانا على لقيتوني في الزنقه راه عرفوا راه خرجوني، حيت ما يمكنش لي انا غادي نتحارب فوق 5000 ديال المخزن ولا 6000 ديال المخزن، حيت درت فوق الجهاد ديالي وهدرت فيديوهات وكنت نمشي نهدر واني ما كاين حتى شي حاجه من هذاك الشيء. اليوم جات عمليه الهدم على التشميل على كل شيء، ما يمكنش انا غادي نقاوم واحد القوه ديال 600 ولا 500 اللي جايبين لنا ديال المخزن، وانا كان على بالي وبالي ولادي كانوا على بالهم بالله المخزن تيحمينا، ودابا ولا هو اللي تيادينا، جايين دابا تيدرمو تيقول غتريبو خرج حوايجك للزنقه، وانا راه الزنقه هي الغطا ديالي راه ما عنديش فين غنمشي، ولا كاين شي محسن يتعامل معايا ولا كاين شي مسؤول اللي غيوقف معايا، راه بغيت ربي يوقف معاه والله يستر وليداتو. هادشي ما تنطلب متابعي الكرام، يعني كما سمعتوا صخة شاب اللي يعني دوز حبسه وعفى عليه الله، تزوج دار وليدات 5 وليدات، اليوم تيجي قرار ديال هذا المسيريه، الوريقات عندي تمشي للمقاطعه تعطيني شهاده الهدم تمشي للمحكمه، ما خليش فين مشيت، تصور انا لا كارت ما عنديش 3 سنين، شي 10 المرات ولا شحال من مره عام ولا عامين تنجمع 1500 تمشي نجيب شهاده البوليس، كنوصل على هذيك 1500 تمشي نوكلها لولادي،
واش قرعه الزيت دايره 500 وبطاطاش وشحال دايره؟ راه تنخرج نبقشش تتبقشي حتى موقف فيها 100 درهم خصني نجيب 60 درهم 70 درهم تتاكل انت الاولاد. واش خمسه د الوليدات غتقدك معاهم 50 درهم 70 درهم؟ اللي جابوا النهار تيدير لي اللي جابوا الله تنوكلوا الوليدات راه العيد ما معايدينش. 11 مليون كان عندي 11 مليون كون راني شحال هادي 11 مليون كون عندي نقول هزيت وليداتي ومشي نعيش انا نقي. انا ما كرهتش انا نمشي تما ونعيش نقي ونبدل حياتي وانا راه ما عنديش جد لا جد الله. انا راه ما عنديش شي حاجه وما عمر دارت لي شي حاجه للبنكه وما عمري خدمت شي شركه طولت فيها حتى شهر. ها هما عندي الوراق ديال الشركات وتمشي وهادي والو شهادات عدم العمل عندي الوراق عندي كلشي. ها النهار اللي خرجت فيه خرجت في 2017 شهر 10 في 22 ما بقايش رجعت على الغفور الرحيم صافي. واحد النهار راه تيعفو الله ربي ربي راه تيسامح. انا طلبت جميع الجهات كتمشي لسلاك كتمشي لاداره الشوج وما قليتش فيه مشيت. انا تنطلب من الناس يتعاونوا معايا تنقول لك لاكارت واقسم بالله ما مصوبه شحال من مره تنجمع عليه تنهز فلوس وعاوتاني تنوصل ليها كنخدم 60 درهم 50 درهم 20 درهم كاين نهار ما يجيبش الله وباقي الموالي الحوان تيسالوني والعيد تنقول لك ما معيدوش وجلالة الملك وامير المؤمنين وامير الفقراء راه الشيء هذا اللي طريفه التمار هذه راه ما علم عليه غير الله سبحانه وتعالى. والله يرحم لك الوالدين وسعادة الوالي لما دير معنا شي حل. غادي نسال المسؤولين يعني في مدينة تمارا يعني باش يشوفوا يعني الشباب. أنا في العشية إلا خرجوني غيلقاوني حدا المقاطعة في الشانطي ولا حدا الكوميسارية. حيت ما يمكنش أنا غيقبل عليا شي واحد خمسة الأولاد وأنا نعطيه 8 مليون للشهر. أنا باغي نمشي نسكن هذا هو اللي طالب. ولادي راه ما قراوش الشهر في المدرسة حابسين ما قراوش. أنا طالب السكن ما طالب شي حاجة أخرى إلا بغيت يتعاونوا معايا الناس. اليوم انت كشاب يعني كتشوف بان انت شاب وكاين ناس يعني عيالات ارملات وكاين معويسين بزاف. شوف لا جيتي تهضر في هذاك الشيء غيضرك بزاف. انا غير المشكل ديالي وضرني بزاف. انا تنقول معاك تنقول في البال ديالي الام ديالي هي البلاد الام ديالي هي المخزن الام ديالي مثلا هو الملك ديالنا. واني دابا تشوف هادشي اللي ولات يديروا لنا بحال اللي حنا شنو حنا ماشي ولاد البلاد. انا زيد وخلق في المسيره واحد 34 عام اللي عندي هنا في تماره حليت عيني هنا في الدار وكبرت فيها ولادي وطراو لي المشاكل ومشيت للحبس وكذا واني عافى الله وسلم ما بقيتش باغي نبيع وشرو فيا. انا بغيت نعيش مع وليداتي في معطى الله البلديه مشيت لها قالوا لي انا عندك مليون ونص دخل ما عندكش مليون ونص سير الله يعاونك في البلديه. وعيت ما نمشي عند مستشارين وعيت ما ندور والو ما كاينش شي باب اللي تحلفوا شي وتنطلب من الناس مسؤولين يديروا معايا شي حاجه. المستشارين يعني في الجامع ما تدخلوش يعني والو. مشيت عند سي الزمزامي حتى للقاعه ما خليت فيه مشيت ما كاينش شي واحد اللي حل معايا المشكل. ما شافوش يعني حاله ارملات المعاقين الشاب والو. الناس واكله العصا الناس خرجات في واحد الظروف اللي هي غير اجتماعيه غير باش تعرف واحد القضيه. حنا كلينا العصا وبالنسبه لي انا كما تنقول لك وتنعاود نقولها غتلقاني في العشيه على برا انا وليداتي راه ما عنديش شي عشيه ديال الليله. وتنطلب من سيدنا وامير المؤمنين وامير الفقراء الله ينصرو في هاد النار يشوف معايا شي حل. انا باغي نعيش وليداتي ما طالب حتى شي حاجه. اذا متابع كرام والله يرحم الوالدين الخط الشاب اللي عنده خمسه وليدات يعني كما قال لكم دوز الحبس ولكن عفى الله عما سلف فعلا عفى الله عما سلف. الان يعني هو تي من العشيه لقاوني في مقاطعه شامله لقاوني في طلعت شي خداوي خارج تما غنريح انا وليداتي ما عنديش لا سبيل لا قبيل ما عندي فين غنمشي. يعني كيقول لكم دوز الحبس عفى الله عما سلف تيقاد تيجري على الوريقات ديالو باش يقاد يعني حزن السيره باش يخدم شي شركه الا كيطرد يعني كيمشي اي شي شركه يعني تيقول انا يعني بذراعي نخدم كتافي ولكن شي شركات تطردوني يعني انا بغيت نخدم حتى انا بغيت ندير مقسم مستقبل الوليدات ديالي ولكن هاد الناس يعني حسن السيره هي الاخر ما بغاوش يصاوبوها ليا. اليوم كيجي هاد عمليه الهدم يعني اما ما كون غير يعلمونا او يعطيونا السواج ديالنا نمشيو نسكنوا ما فهموش باس ولكن باش عندي خمسه الاولاد ما عنديش فين نمشي وتيقول لك جيب لنا حسن السيره نلقاو موسخة ما يكريوش لك يعني راه فعلا شويه قاصح ما يكريوش لك نلقاو عندك حسن السيره موسخة تيقول جيب لنا الكاري تيطلب منك حسن السيره وتيطلب منك واش عندك الاولاد وانا ملي تنقول لي عندي الاولاد خمسه تيقول لك انا ما قبولش ما نكريش لك ولا تعطيني حتى مليون. وانا ملي غنجيب ليه حسن السيره وغيلقى فيها هو مشاكل انا يا راه 8 سنين باش خرجت من 2017 شهر 10 في 22 وجي درت جميع المحاكم مشيت عند الوالي مشيت عند وزير العدل عندي الوراق والاثباتات ديال هادشي وشهادات العمل عندي اما تنخدمش راه عندي كريريسه على برا كنبقشش بها كداير الديسير وقف عليا لقيت دا ليا الكروسه. تقدر تجمع كتحضرش المليون راه خويا انا ندير المستحيل وما غنجمعش ليه ما قولي حتى مليون راه ما عنديش حتى فين كل
راه اللي جابوا النهار قلت لك تناكلوا بالليل، راه يعطيك انت 5 الوليدات 20 درهم 50 درهم 60 درهم في تبقشيشه، راه ما غاتعيش لك الوليدات، راه الست راه مريح من القرايه، راه نص نشري لي الادوات ونص ما تنشريش، راه العيد ما معيدش، راه ما عان بيا الله، انا راه ساد عليا انا وجالس، حتى لدابا على غفله جاونا، جايه 500 ديال القهوه ولا 600 وجايين تراكسات وجايين، اه ساعات تبقى يتعامل معايا، وني ساعات تبقى يقول لك الجدله جاري. أنا أطلب